يا نقطه سريعه عن موضوع تدخيل الحصان في المكان المخيف سواء قود او في الركوب، مرتبطه بموضوع سابقا تكلمت عنها، موضوع الفرق بين التحكم بالحصان عند الاختلاف او عند الخوف والجفله او في ارتباكات بالثقه، وتعود على الشيء نفسه، تعود الحصان على شيء مخيفه مع انه يركب خطا حتى ما يسوي، لان الحصان بيحوسه، الحصان بيربط بين الشيء المخيف وردة فعل الراكب الخاطئ، اهل ذاك يركبون خطا من نفسهم يتجنبون الاختبارات هذه، الحصان بيحوسك بخرب بشيء ما راح يزين، فطبيعي ما يسويها وطبيعي ما يستوعب فعلك لها، لانها اصلا قدرت تخرب الحصان بالضبط. طرق الركوب الصحيحه بانواع حيسوون لك اختبار تعليم الحصان يتحكم فيه عند الخوف والجفله، الفرق ان طرق الركوب الصحيحه الاخرى تعود على الشيء نفسه، يعني يجيب لباده سرج الجاكيت اللي بيلبسه اللبس الى اخره، الشيء اللي بيمر عليه الحصان في الركوب وفي الكود ويخوف الحصان فيه او يحرك على الحصان، يعطي الحصان مجال او فرصه انه يلعب يشنع ينطلق يلف على حوالين نفسه الى اخره، لان الحصان يعرف انه الشيء ما اذاه يبدا يطمئن، فاعوده على الشيء اللي خايف منه لين يطمئن الحصان، لانني انا ما تعاملت مع تعامل خاطئ، فما ربط بين تعاملي الخاطئ والشيء المخيف، بالعكس تربط بين تعاملي الجيد او المقبول والشيء المخيف، والشيء المخيف نفسه ما اذاه فيخاف ليش، فانت عودته على شيء معين بعينه او بذاته، مما يعني انك لما تركبه ولا الا ما تقاوده اي شيء جديد يجي لابد تكرر نفس العمليه، عشان كذا الخيل اللي مدربه على الاشياء المخيفه بطرق الركوب الصحيحه الاخرى ما يفيدك الشيء ده وقت الجفله، لان الجفله ممكن تكون من شيء ما تعود عليه، يعني فرضا عودته على كيس او على بكرتونه او على لباده سرج الى اخره، طب لما اخاف من سياره قمص وانطلق وشنع، لما اخاف من خيل فاتحه وراه طيحك، لما اخاف من كرتون في الارض وهو متعود على كارتين شنع انطلق راغ طيحك الى اخره، فاللي يحصل انه بيخاف من شيء معين مو متعود عليه فيبغى يكرر العمليه، ومن تعود اتعود تعودني اني اسوي اللي ابغاه واتعود عليه ثم اطمئن واوقف، اذا كيف بتعودني عيني وانت راكبني على ظهري اول مره تقودني بمكان مفتوح او مره تركني بمكان مفتوح؟ سهل تعود على الشيء المخيف في مكان مغلق وتعطيه مجال في الحبل اللي يبغاه، لكن لما تبغى تعود على الشيء المخيف وانت على ظهره او تقوده مكان مفتوح لن يعطيك فرصه انه بس بيسوي شيء عادي بمحله زي البدوك، بيسوي اشياء كارثيه، فتقوم تنتقل من تعويده على الشيء المخيف واعطائه فرصه يسوي اللي يبغاه الى انك تمنع تماما في فعل ما يريد فيحوسك الحصان. هذا ينطبق على الشيء اللي بقوله، موضوع تدخيل الحصان في الاماكن المخيفه، مو ياطين سرد عربه الى اخره، في طرق الركوب الصحيحه الاخرى يسوي حركه معينه في في الركوب اللي هي انك كانك ترسم رسمه وما تبغى تشيل يدك عن القلم، خليك قاعد ترسم رسمه وقلت لك ممنوع تشيل يدك عن القلم، استمر ارسم، تحاول انك ما تسوي زوايا، استمر ترسم رسمه مقبوله بدون ما تشيل يدك عن الورقه، فتحرك يمين يسار وراء يمين يسار باتجاه الشيء يمين يسار لين توجه هروبا للشيء، هو خايف بدل ما توقف وتخليه يواجه الشيء ثم تعلمه انك زي ما تسوي في التسليك تغير الاتجاه ثم اذا حاول يزيد تغير الاتجاه توقفه، ثم تغير الاتجاه اذا حاول يروح توقفه، تحرك قدام اذا حاول يوقف تحرك يمين يسار، فانت قاعد توجه الدقريوس تحرك قدام، بس اي حركه تسويها يحاول يسويها زياده او يستغل عليك اختلاف اجل الوقوف، ثم تعيد نفس الحركه او تسوي الحركه الاخرى، فانت قاعد تعلمه انك بتغير اتجاهه وتحركه والدقريوس ولو رفض بيوقف ثم يكرر العمليه، فانت تعلم انك متحكم بسرعته. فروق الركوب الاخرى ما يوقف حصان ابدا، يعني الحصان من يوم خاف لين دخل في المكان المخيف وقطعها سواء قود او في ركوب ما وقف الحصان، وجه يمين ثم يسار ثم ورا ثم قدام ثم يمين ثم يسار ثم ورا ثم دخل الحصان، فانت قاعد توجه هروب الحصان، الحصان هارب هارب وانت قاعد توجه هروبه تجاه الشيء اللي خايف منه، فانت خايف استمر خايف ابى اوجه هروبك لين تتقبل انك توجه هروبك تجاه الشيء، لما تدخل الشيء بتقمص تنطلق تندفع الى اخره، ثم بعدها اكرر نفس العمليه، يصير يدخل بعقل، فيدخل اول اربع خمس مرات باندفاع زايد ثم رابع خمس مره يدخل بهدوء مثالي. انت زي الوضع الاول عودت الحصان على الشيء المخيف ما تحكمت فيه، هنا عودت الحصان على التوجيه اثناء الخوف ما عودته على التحكم اثناء الخوف، بمعنى انه عرف انه لما يخاف ما في وقوف، ممكن توجه رقبته يمين او يسار وتحاول دقريوس، لكن ما في وقوف حقيقي اثناء الخوف، ما يعني انه لو حاول يروخ ينجح في الروغان، حاول ينطلق ينجح في الانطلاق، حاول يقمص ينجح في القمص وقتها ذلك. الان طالما انك مستمر موجود المشكله، ما فيها مشكله طالما شيء ثابت، مويه سرد عربه، توجه يمين حاول يزيد الهروب، وجه يسار حاول يزيد الهروب، وجه يمين لين يتقبل انه يهرب باتجاه شيء يندفع ينط يطلع من الجهه الاخرى، كرر الموضوع كم مره ثم ادخل بعقل. لما الشيء يكون متحرك
سيارة جنبه، خيل جنبه، خيل فتحة من وراه. الشيء اللي خوفه مستمر يلحقه، فالحصان حاول يهرب يمين، ما تستطيع أثناء هروبه يمين تخليه يهرب يسار زي ما سويت مع الموية والطين، يهرب يمين يستمر يهرب يمين. فأما أنك تتيح له فرصة أنه يستمر يهرب يمين، هذه كارثة، أنه عقب ما يهرب يمين وينجح في الهروب يمين بيقمص بينطلق بيطيح كده آخره. أو أنك تصر أنك توجع الشيء يسار وأنت أصلا تفشل بالشيء هذا في البداية، الشيء ثابت مثلا كان شيء متحرك ويحس كسر. إذن حتى لو نجح الموضوع هذا في الأمور الثابتة، مجرد أن الاختلاف يزيد بمعنى أن يكون شيء متحرك أو شيء ثابت لكن الخوف زايد، لن يتقبل الحصان أنك تستمر توجه يمين يسار يمين، أنت ما تدخل بحبال ثم تدخل بعقل، سيصر على اتجاه معين يهرب له، يعني يصر يطالع الشيء ويروخ بجسمه ويصر أن ينجح، أو يصر أن يودي رقبته عكس الشيء ويصر أن ينجح. بينما لما تقول له في نفس الوضع هذا في التسليق أنك لما تصر توجه رقبتك عكس الشيء بتوقف الطالع، لما تصر الطالع وتروخ على جنب بتوقف ثم تمشي على جنب باتجاهه، لما تصر انك تدق ريوس عكسه بتوقف ثم بوجه ريوسك عليه وخليك تخلق بالريوس ده ما تنحاش عنها بالريوس، لما تصر انك لما تدخل تدخل باندفاع او تقمص او تنطلق الى اخره بردك واختلاف يدي الوقوفه والتخفيف ثم تدخل بعقل. فالحصان يبدا يعرف ان اي اختلاف بينك وبينه في التوجيه او في التحريك او في الريوس يؤدي لوقوف ثم فعل ما اريده انا. هناك ما في وقوف، واللي حاصل ما يريده هو مع تدخل بسيط من قبلي أنا، لن يتقبل الحصان ما أريد لأن الشيء المخيف خلاص ما عنده مخيف يعطيه ما تريد. إذن في كل الحالتين الموضوع هذا والمثال الأول ذكرته، أنت قاعد تعود الحصان في طرق الركوب الأخرى على الشيء المخيف نفسه، مجرد أن يتغير حاسك مرة ثانية، مجرد أن الشيء جرعة الخوف تزيد حاسك حصان مرة واستمر يحوسك. هنا أنت ما تعود الحصان على الشيء المخيف، تعود على التحكم أثناء الخوف، فيبدأ الحصان يعرف أنه خاف ولا ما خاف، خوف زايد أو خوف قليل، المحصلة النهائية واحدة، مما يجعله مع الوقت ما يخاف، أو بالأحرى حتى لو خاف ما يبالغ في محاولة فعل ما يريده هو، لأنه يعرف كل ما حاول فعل ما يريده هو سيحصل ما أريده أنا أو أقرب لما أريده أنا.